يدرسوا بيتدربوا وبيشتغلوا في نفس الوقت. دي الفكرة الأساسية. ولذلك النهاردة احنا بنحول المستشفى نفسها إلى مدرسة تمريض. يعني كل مستشفى بيكون فيها مدرسة تمريض خاصة بيها بتخرج وتدرب الطاقم التمريض اللي بيشتغل معاه. ولذلك ده هتكون أسرع وسيلة، أنجح وسيلة، أكثر الوسائل مهنية وتدريبا للقضاء على العجز الموجود في هذه المستشفى. هي مستشفى الطوارئ المرحلة الأولى هتكون في مستشفى الطوارئ، إنما ممكن بعد كده المراحل التانية أو يكون في برامج تانية في مستشفى الرعاية الحرجة، في مستشفيات العظام، في مستشفيات النساء وهكذا. النهاردة بنبدأ بنفكر ان احنا ازاي نسد هذا العجز في التمريض. صعب جدا ان انت يبقى عندك مريض وما تقدرش تستقبله لان ما عندكش تمريض. لبالك انه في الطوارئ وفي الحضانات مثلا بتبقى محتاج كثافة في التمريض، بحيث ان كل مريض يكون عنده ممرضة، او كل طفل يكون عنده، او كل حضانتين الوقت يكون عنده ممرضة.